وإلى الأسيرات الأبطال الذين سجلوا أسطورة مسرورة التحدي في معركتهم رفضا لسياسات الاحتلال الهادفة لكسر إرادتهم وكسر إرادة الشعب الفلسطيني. إلى الجرحى والجريحات الذين قدموا نموذجا في مواصلة التحدي واستمرار معركتنا من أجل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني. تحدثت الأخت إم جهاد عن البيان الصادر للمرأة الفلسطينية والذي نتفق تماما مع جاء به من بنود لها علاقة بكيفية تعزيز وحدتنا الوطنية، كيفية مواجهة الاحتلال، كيفية إنصاف المرأة في عيدها التي نوجه لها كل التحية. الأسيرة المناضلة التي قدمت نموذجا في النضال الوطني الفلسطيني في معركتنا مع الاحتلال. كما تحدثت عن قضايا لها علاقة بإنصاف المرأة، ونحن أيضا نتبنى هذه المطالب جميعا ونؤكد على أن ما جاء بالبيان من قضايا سياسية واجتماعية وغيرها يمثلنا جميعا. لذلك اليوم نوجه كل التحية إلى المرأة الفلسطينية، إلى المرأة في كل دول العالم التي وقفت، وأحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب نضال ومقاومة شعبنا الفلسطيني. هنا عندما نتحدث من الخان الأحمر نوجه كل التحية إلى هذا الصمود الأسطوري الذي سجله الخان الأحمر، إلى إخوتنا وأشقائنا هنا البدو والمرأة البدوية التي سجلت انتصارا محتذى في عملية مواجهة الاحتلال. نتحدث إلى كل القامات التي شاركت في هذه المعركة، إلى الأب عبد الله يورمو الذي لم يأل جهدا في سبيل مواصلة وجوده هنا، إلى الصحفية كريستين ريناوي التي بذلت جهودا مضنية في سبيل نقل هذه المعركة بكل أوساط العالم على تلفازنا الوطني، وأيضا في كل لحظة كان يشكل خطر الهدم والترحيل لهذا الخان في سياق قرارات الاحتلال المجحفة. لذلك كل التحية لكل من صمد ولكل من قدم ولكل من شارك في هذه المعركة، أخوات ورفيقات وإخوة ورفاق كانوا دائما متواجدين في كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري وكل ما يمكن أن يشكل مقاومة لهذا الاحتلال المجرم. كما تحدث بيان الاتحاد، لن يفرض علينا لا صفقة القرن عن هذه صفقة القضية الفلسطينية، والتي نقول نحن كفلسطينيين لا لأي مساس بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه الثوابت والتضحيات التي جسدت والمتمثلة بحق عودة اللاجئين، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، هذه ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي عمدت بمئات آلاف والجرحى والأسرى في سبيل تحقيق النصر العظيم لشعبنا، وإننا واثقون أن هذا النصر سيتحقق. كل المجد للشهيدات وشهداء شعبنا، الحرية للأسيرات والأسرى والشفاء للجريحات والجرحى، وحتما إن شعبنا الفلسطيني العظيم لمنتصر. شكرا للأخ واصل أبو يوسف. ندعو الأخت نجوى عودة للحديث عن المرأة المقدسية. تحية كنا جميعا وكل عام وأنتم بخير وإخوتنا الرجال بخير. هذا هو التكامل، ما دمنا نحن بخير هم بخير، والعكس أيضا صحيح. الحمد لله الذي شرفني بأن أكون مقدسية وتحت مظلة الاتحاد العام ومرابطة في الخان الأحمر. هذا أكبر شرف في حياتي النضالية أعتبره. فيما يتعلق بالمرأة المقدسية، أنتم ترون جميعا ما يحدث للمرأة المقدسية يوميا من معاناة في كل مناحي حياتها. المرأة المقدسية هي جمل المحامل، المرأة المقدسية نموذج لكل نساء العالم في المعاناة والنضال والصبر والتحمل كباقي
كفيلاتها وأخواتها المرأة الفلسطينية. أنا هنا أيضا أريد على أؤكد أن المرأة المقدسية لا تقل أهمية في مواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي يوميا في الشوارع وبين البيوت وفي حماية أسرتها وفي باب الرحمة ومن المعارك التي تتم بالقدس يوميا ولحظيا. هنا أريد أن أتحدث عن تجربتنا كمتضامنات، كنساء متضامنات في الخان الأحمر الذي تشرفنا بأن نكون جزء لا يتجزأ من هذا النوع من النضال الرائع والعظيم. ملحمة سطرناها نحن مع إخوتنا المتضامنين المناضلين، وأيضا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخ المناضل أبو علاء وليد عساف الذي وقف معنا وساندنا طوال هذه الفترة. الإخوة البدو أو الإخوة سكان الخان الأحمر، نحن لم نجئ لنتضامن معهم، وإنما جئنا لنحمي أرضنا هنا ولنأخذ دورنا في حماية أرضنا هنا. أريد أن أوجه لكم أن تخيلوا الأخوات، تعني الرفيقات والأخوات. أريد أن أقول لكم هؤلاء سكان أو هؤلاء الناس الذين حموا ثغور الوطن من الشمال إلى الجنوب على رؤوس الجبال وفي الوديان، وكانوا عقبة أمام امتهان الصهاينة لأرضنا في كل مكان. هؤلاء وجب علينا أن نقدم لهم كل ما في وسعنا من نضال ومرابطة معهم. هذا ما كنت أقول، أريد أن أقوله. تحية من هنا إلى نساء البدو في كل مكان، إلى أخواتنا البدويات وإلى كل الأخوات المرابطات في الأقصى والقدس وشوارعها وفي الخان الأحمر. تحياتي إلى زميلاتي في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. تحياتنا إلى الأسيرات، إلى بنات وأخوات وأهالي الشهداء، وإنها لثورة حتى النصر. لن نركع حتى نحقق أهدافنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. عاشت ثامن من آذار وعاشت نضالاتنا، وإن شاء الله تتحقق كل أمانينا بالمساواة.